هاخد رأيك في مشوار الريال الموسم ده، نجاحه في تحقيق لقب الشامبيونز ليج، نجاحه في تحقيق لقب الليجا تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، على الرغم من أنه كتير وصفوا مشوار الريال في البطولتين وتحديدا في بطولة الشامبيونز ليج بالمعاناة. هل تعتقد أنه الريال كان موفق، شخصية الريال هي اللي كانت سبب رئيسي؟ رأيك في مستوى الريال الحالي اللي وصل بيه للتتويج في البطولتين؟ يجب أن نقيم ما قام به ريال مدريد، يجب، لقد كان في النهاية البطل. أي نعم كانت هناك صعوبات، ولكن في البطولة الأوروبية المستويات متقاربة للغاية، هناك ليفربول، تشيلسي، باريس سان جيرمان، مانشستر سيتي، كلها فرق قوية، وعندما تتحدث عن أن ريال مدريد استطاع في النهاية أن يهزمهم جميعا فهو بالتأكيد يستحق اللقب. السؤال اللي جاي مرتبط مش بالأهمية ولكن بمستوى الصعوبة. إيه الأصعب كمدير فني، إنك أنت تحقق لقب الشامبيونز ليج ولا إنك أنت تحقق لقب كأس العالم؟ حسنا، نحن نتحدث عن بطولتين كبيرتين مهمتين للغاية، كان لنا الحظ أن لعبنا فيهما وفزنا بدوري الأبطال وكأس العالم. البطولة الأوروبية بالنسبة لريال مدريد مهمة جدا، وكذلك كأس العالم بالنسبة لمنتخب أسبانيا. لم نفز باللقب من قبل، وكنا سعدنا بالحظ أننا توجنا بهذا اللقب مع المنتخب وكذلك دوري الأبطال مع ريال مدريد. رؤية فينسنتي ديل بوسكي للليجا مهم جدا ان احنا نسمعها، وكتير انتقدوا الحقيقه السياسات والقواعد الحاكمه لبطوله الدوري الاسباني في السنوات الاخيره، واللي ادت لهجره عدد كبير جدا من نجوم، اهمهم طبعا زي ما قلنا ميسي ورونالدو، لكن ما ننكرش انه الدوري الاسباني ما بقاش جاذب للنجوم بنفس الشكل اللي كان عليه من 10 سنين فاتوا، وحجم النجوم اللي موجودين في الدوري الاسباني او في فرق الدوري الاسباني كلها لا يقارن بالاسماء اللي كانت موجوده من 10 سنين. راحت الدفه شويه لناحيه الدوري الانجليزي بشكل كبير، الدوري الفرنسي الفتره الاخيره استطاع انه يجيب عدد كبير من النجوم. هل بتشوف ان في حاجه في منظومه اداره البطوله الاسبانيه تحتاج الى تغيير؟ لا لا، أعتقد لقد كانت لنا سيطرة كبيرة على أوروبا، ولكن الأمور لم تختلف كثيرا في هذا الموسم. هناك 6 أو 7 أندية تشارك في البطولات الأوروبية، وريال مدريد فاز باللقب دوري الأبطال، ولكن إذا كنا نتحدث عن بعض النجوم الذين يغيرون المسار فهذا أمر طبيعي في كرة القدم، ولكن الأندية تبقى في النهاية. في الفترة اللي كنت بتتولى فيها المسؤولية كمدير فني للمنتخب أو مدير فني حتى للريال، في الفترة دي كان في عدد كبير جدا من أسماء المديرين الفنيين المنتشرين مع الفرق الأوروبية مقدمين نجاحات، أصحاب بصمات، تراجع إلى حد ما المساحة، أو تراجعت المساحة للمدير الفني الأسباني في الفترات الأخيرة، بقى أكتر يعني الأسماء اللي موجودة من المدرسة الألمانية، من المدرسة الإيطالية، من المدرسة البرتغالية. من وجهة نظرك أسباب ده إيه؟ وهل شايف أنه في حاجة يعني من الممكن أو خطوات تتعمل تدعم المديرين الفنيين الأسبانيين على مستوى قارة أوروبا؟ لا، أعتقد أننا كان لدينا الحظ أننا قمنا بتصدير المدربين للخارج. كان هناك رافائيل بينيتيز مع ليفربول طبعا، وأوناي إيمري أيضا مع باريس سان جيرمان، وكيكي فلوريس مع في إنجلترا. كان هناك مدربين كبار قاموا بعمل كبير. لا أعتقد أن الأمر هذا يعتقد أن مع اعتقاد أن المدربين الآخرين أفضل منا. لا، المدربين الإسبان لهم مكانتهم. لا، أنا بتكلم على التوقيت الحالي، يعني حتى الريال تحت قيادة أنشيلوتي في الفترة الأخيرة، من قبل أنشيلوتي كان زين الدين زيدان، البارسا أيضا لجأ لرونالد كومان، يعني بره حدود أسبانيا
صعب باستثناء بيب جوارديولا طبعا، صعب ان انا افتكر اسم مدير فني قدر يحقق يعني مشوار ناجح او بصمه مع اي فريق. وانا بتكلم على المقارنه بين الفتره اللي انت كنت فيها والفتره حاليا، الفتره اللي احنا يعني عايشين فيها دلوقتي. بيب جوارديولا يمثل بشكل مثالي الكرة الإسبانية. هناك مدربين آخرين موجودين في إنجلترا وفي إيطاليا. المدرب الإسباني يأخذ مكانته في العالم، وبالنسبة لنا هذا أمر طبيعي. أفضل مدير فني من وجهة نظر فينسنت ديل بوسكي حاليا؟ من الصعب الاختيار، من الصعب أن أقول من الأفضل. في كل يوم المدربون يطورون من أنفسهم. هؤلاء المدربين يعملون في أندية كبيرة، ولكني لا يمكن أن أختار مدرب بشكل خاص في الوقت الحالي. المدير الفني الكبير شيخ المدربين كما أطلق عليه فينسنت ديل بوسكي، بشكرك شكرا جزيلا، اتشرفت جدا بوجودك معنا النهارده في السادسه، وكل التوفيق ليك، كل التوفيق للكره الاسبانيه. بس الحقيقه قبل ما